القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. سروال على غير المقاس. تنقلنا الوقائع إلى مدينة القنيطرة في 16 من يناير 2001. كان العميد إدريس فاتح يتولى المداومة الأسبوعية في المفوضية المركزية. كان معه في تلك الليلة الباردة مجموعة من الضباط والمفتشين التابعين للدائرة الأولى. كان على أفراد المجموعة المكلفة بالمداومة الليلية أن يحضروا في 6:30 مساء ليستمر عملهم حتى 8 من صبح اليوم الموالي. برودة الجو أضفت على المكان هدوءا وسكينة، ولكنه هدوء لم يدم طويلا. في 11:30 أبلغ المسؤول عن قسم المواصلات بأن سيدة تسكن في زنقة أحمد الديوري اتصلت تطلب النجدة. قالت إن مجهولا هجم على شقتها بينما كانت مع زوجها الذي أصيب إصابات خطيرة. نهض العميد إدريس فاتح وطلب من عدد من الضباط أن يرافقوه إلى المنزل الكائن بزنقة أحمد الديوري. لم يكن المكان يبعد كثيرا، فبعد بضع دقائق كانت سيارة الشرطة متوقفة عند باب العمارة. أسرع رجال الشرطة إلى الشقة الواقعة في الطابق الثالث. كانوا يأملون في التمكن من إغاثة الرجل المصاب، ولكنهم لم يستطيعوا سوى استنتاج أن الرجل قد فارق الحياة. كان مجندلا بجانب سرير في غرفة النوم غارقا في دمه. في الشقة كانت امرأة شابة أصيبت بجرح في يدها. طلب العميد سيارة إسعاف لنقل المرأة إلى المستشفى، ولكنها فاجأته بأنها لا ترغب في ذلك وتفضل انتظار الصبح لتتوجه إلى مصحة خصوصية. المعروف عن العميد إدريس فاتح أنه من طينة العمداء الذين لهم قدرة كبيرة على الصبر والتريث، وما دام أن المرأة لا ترغب في الذهاب إلى المستشفى فإنه لا يرى مانعا في أن تظل بالبيت. بدت وقد ضمدت جرحها بوسائلها الخاصة. بادرها العميد بسؤالها عن هويتها. أخرجت من دولاب غرفة النوم بطاقة تعريفها الوطنية وقدمتها إليها. اسمها حياة الحدادي. قالت إنها زوجة القتيل قاسم التماري. سألها العميد عن الوقائع. قالت إنها كانت نائمة مع زوجها وفجأة أحست وكأن باب الشقة قد فتح. أيقظت زوجها، ولكن ما أن كاد ينهض حتى فاجأهما رجل قوي البنية بوجوده في الغرفة. كان يحمل في يده مدية. كان يلوح بها ويطلب منها أن تسلمه ما لديها من حلي. قالت إنها أبلغته أنها لا تملك حليا من ذهب. وقتها قصد الدولاب. في تلك اللحظة تقول المرأة ارتمى عليه زوجها، ولكنه باغته بطعنة فانهار فاقدا الوعي. أبلغ العميد إدريس فاتح العميد المركزي وتم إبلاغ وكيل الملك. بعد لحظات صدرت التعليمات بأن تطلب سيارة لنقل الأموات وأن تحمل جثة الهالك إلى المستودع البلدي للأموات. بعد أن نقلت الجثة طلب العميد من السيدة حياة أن تركب سيارة الإسعاف لنقلها إلى المصحة التي تريد أن تذهب إليها، ولكنها فاجأته مرة أخرى بأن قالت إنها تفضل الانتظار إلى أن ينتهي من المعاينة حتى تستعيد مفتاح شقتها لتعود إليها بعد أن تعالج جرحها. أثناء المعاينة لاحظ العميد إدريس فاتح أن الاعتداء وقع في غرفة النوم وأن لا أثر للهجوم في باقي الغرف. تم نزع الإزار والأغطية التي كانت على الفراش، كانت ملطخة بالدماء. أمر العميد بتحويل الفراش من مكانه. اكتشف تحته سروالا، كان سروالا أسود، سروال رجل.
أثناء تفتيش جيوبه عثر العميد على مبلغ 1200 درهم، 6 أوراق من فئة 200 درهم، كما عثر على مفتاح صغير لم يكن مفتاح باب الشقة. قالت حياة إنه سروال زوجها. على الأرض بجوار الفراش مناديل ورقية مستعملة. تقرر تعليق المعاينة. طلب العميد من حياة مفتاح الشقة لإغلاق الباب. قالت إنها تريد الاحتفاظ بالمفتاح. أجابها العميد بأنها بعد أن تعالج جرحها ستكون ملزمة بالحضور إلى المفوضية لتسجيل أقوالها في محضر قانوني. رافقها ضابط إلى المصحة، وكانت التعليمات ألا يدعها تتصل بأحد. في الطريق إلى المفوضية وكانت معه الأشياء التي تم حجزها، عرج العميد على مستودع الأموات. علم أن الطبيب الشرعي الدكتور صبري موجود. دخل وعلم من الطبيب أن الرجل قاسم التماري مات متأثرا بالطعنة التي أصابته جهة القلب، ورجح أن يكون ذلك حدث في حدود الساعة 10 ليلا. تسلم العميد ملابس القتيل، كانت ملطخة بالدم. لاحظ أن السروال ليس من نفس قياس السروال الذي عثر عليه تحت الفراش في منزل الضحية. وحتى لا يبقي على أثر للشك، طلب من الطبيب أن يقيس محزم الضحية. كان قياسا يصغر بكثير عن قياس السروال الأسود. في جيب قميص القتيل اكتشف العميد بطاقة لركوب القطار من سيدي سليمان إلى القنيطرة. في المفوضية كان العميد المركزي ينتظر عودة العميد إدريس فاتح ليبلغه بتفاصيل ما توصل إليه. سلم المحجوزات وقدم تقريرا أوليا. تقرر أن يتم توسيع دائرة البحث بغرض الحصول على معلومات أوفى حول الهالك وزوجته. سجل المحققون شهادة لجارة حياة الحدادي التي تسكن أيضا الطابق 3 في العمارة. قالت إن السكان يعلمون فساد أخلاق المرأة، وأنها تستغل غياب زوجها الذي كان يبيع الأثواب في الأسواق لاستقبال أجانب في منزلها. شهادة أخرى استقاها المحققون، وهي شهادة حارس العمارة الذي قال إنه ليلة الجريمة وبينما كان يغلق نافذة مسكنه شاهد رجلا يغادر العمارة وهو لا يرتدي سوى سروال داخلي قصير. أسر الحارس بأنه عجب لأمر الرجل وإنه حاول اللحاق به، غير أنه تمكن من الاختفاء سريعا. بدا للمحققين أن الأمر يقتضي الآن استنطاقا دقيقا للسيدة حياة الحدادي. تم الاتفاق على أن يتاح لها المجال لتدلي بما تشاء من أقوال، علهم يجدون في ذلك ما يساعد على فك لغز الجريمة. عادت السيدة حياة من المصحة بعد أن عالجت الجرح الذي أصيبت به في يدها. كان المحققون في انتظارها في المفوضية. قالت إن زوجها عاد إلى المنزل في حدود 6:30 مساء بعد أن ظل غائبا 3 أيام في الأسواق، وبعد تناول العشاء آوي إلى غرفة النوم. كانت الساعة تقترب من 9:30. قالت إنه نام بملابسه لفرط التعب وإنها تعودت على ذلك منه. قالت حياة إنهما ما كادا يستغرقان في النوم حتى أحست بوجود شخص في الشقة. حاولت أن توقظ زوجها لكنه لم يستيقظ بسرعة. وقتها كان الرجل واقفا في غرفة النوم. لم تغير حياة أقوالها وخلصت بروايتها إلى محاولة زوجها مصارعة الرجل وتعرضه للطعنة القاتلة. عدا الاستماع إلى أقوال حياة فقد وضعت العمارة وجوارها تحت المراقبة. في 10 صباحا أمسك حراس الأمن برجل كان يحاول فتح سيارة كانت مركونة بزنقة أحمد الديوري. كان الرجل قوي البنية ويضع على كفه الأيمن ضمادة. قال إن السيارة له وإنه أضاع المفتاح ولذلك هو يحاول فتحها. أبلغ الحارسان عن الأمر. تم الاتفاق على جر السيارة إلى المفوضية وأن يتم فتح أبوابها هناك، فإذا ما تبين أنها للرجل
أخلي سبيله وسلمت إليه سيارته. استدعى رئيس فرقة المحققين المسؤول عن مرآب المفوضية وطلب منه أن يأتيه بمفتاح سيارة من نفس نوع السيارة التي تم جرها من زنقة أحمد الديوري. تم إحضار مفتاح السيارة. قام رئيس المحققين بمقارنته مع المفتاح الذي عثر عليه في جيب السروال الأسود، ذاك الذي عثر عليه تحت فراش الضحية. كان مفتاح سيارة. جرب الضابط فتح باب السيارة فانفتح. داخل السيارة كانت الأوراق تشير إلى أنها في ملك الرجل ويدعى المختار المصلوحي. حاول الرجل أن يمزج بين الجد والهزل، اصطنع ابتسامة وقال: الشرطة تملك مفاتيح كل شيء. صار الرجل موضوع شبهة. سيق إلى مكتب الاستنطاق، قال إنه يعمل بائع عطور، وإنه دأب على ركن سيارته بزنقة أحمد الديوري لأنها أكثر أمنا. سئل عن الجرح الذي في كفه الأيمن، قال إنه ناتج عن انكسار قنينة في يده. بعد عرضه على الطبيب اتضح أنه جرح عميق نتج عن أداة حادة. أيقن المحققون أن المختار المصلوحي كان في شقة حياة الحدادي، وأن السروال الأسود سرواله، والمفتاح الذي عثر عليه في جيب السروال هو مفتاح سيارته. لم يكن أمامه من خيار سوى الاعتراف. اضطرت حياة الحدادي إلى الاعتراف أيضا. قالت إنها تقيم علاقة غير شرعية مع المدعو المختار المصلوحي، وإن زوجها عاد فجأة إلى المنزل بينما لم تكن تتوقع عودته. اكتشف وجود الرجل فلجأ إلى المطبخ وأخذ مودية. قالت إنه حاول أن يذبحها فاتقت المودية بيدها، ما تسبب في جرحها. في العراك الذي دار بين زوجها وعشيقها، تمكن الأخير من أن يوجه المدية إلى صدر الزوج المخدوع، فكانت الطعنة القاتلة. عاد المحققون مع حياة إلى شقتها، دلتهم على المكان الذي أخفت فيه المدية. اكتملت الحجج والأدلة يقويها اعتراف الظنينين. كانت المدية تحمل آثار دم وبصمات تعود إلى القتيل وزوجته وعشيقها. سر العجوز المتسولة، الحلقة الأولى. في العام 2000 كان العميد الممتاز إبراهيم الحمدي يستعد للإحالة على المعاش. كان ينتظر أن يتم ذلك خلال أشهر قليلة، ومع ذلك فإن الذين عملوا إلى جانب الرجل لم يلاحظوا أدنى تراجع في تفانيه في أداء واجبه، إلا ما كان من تباطؤ في حركته بفعل ثقل السنين. في صبح الاثنين 15 يناير من العام 2000، ما أن دخل مكتبه وكان أول من وصل إلى المفوضية، مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا، حتى رن الهاتف. أبلغته قاعدة الاتصالات بأن عجوزا عثر عليها فاقدة الوعي في باب مسكنها الكائن بالعمارة 20 في زنقة الملقي. لم يكن مساعدوه قد التحقوا بعد بالمفوضية، ولم يجد أمامه سوى مفتش متمرن، ولذلك لم يكن أمامه من خيار سوى الانتقال بنفسه إلى عين المكان. لما وصل وجد في باب العمارة جمعا من السكان ومن المارة قد تحلقوا حول العجوز. كانت واقعة على الأرض. بدأ أن بعضهم حاول إخراجها من غيبوبتها بوضع بصلة مشطورة في متناول أنفها، لكن لا يبدو أن ذلك أفاد في شيء. تعرف بعض المتحلقين حول المرأة إلى العميد الممتاز إبراهيم الحمدي، أفسحوا له. تقدم نحو العجوز، كانت جسدا ضئيلا ملقى على الطريق، جس نبضها ما زالت حية. طلب العميد سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، لم تتأخر في الوصول. كان قد التحق بالعميد أحد المفتشين، رافق المرأة إلى المستشفى، وكان العميد قد أمره بمحاولة التعرف على هويتها وأن يستعين بإحدى الممرضات لتفتيش ملابسها عسى أن تكون معها وثيقة تثبت هويتها.
في زنقة المالقي أبلغ العميد بأن المرأة معروفة عند الجيران بمفاطنة الطنجاوية، كانت تسكن كوخا في فناء العمارة. لم يدخل العميد إلى الكوخ وعاد إلى المفوضية حيث انتظر الذي سيأتي به المفتش من معلومات. بعد حين حضر المفتش، ولكنه لم يحمل ما يفيد بتحديد هوية المرأة. في ملابسها لم يعثر سوى على مفتاح الكوخ. أبلغ المفتش العميد بأن الطبيب الذي فحص المرأة استنتج أنها فقدت وعيها نتيجة إصابتها بمرض السكري، وأن الأزمة التي أصابتها قد تذهب بحياتها، وإن أمل استعادتها الوعي يبقى غير كبير، ولذلك فقد تم وضعها رهن العناية المركزة. التجارب التي راكمها العميد خلال سنوات العمل الطويلة علمته أهمية العمل الاستباقي. هو يعلم أن عليه أن يصل إلى هوية المرأة في أقرب وقت، ولذلك أمر أحد أعوانه أن يتوجه إلى المستشفى لأخذ بصمات العجوز. تمكن من ذلك بمساعدة أحد الأطباء. لما عاد إلى المفوضية بشكل تلقائي، عرض جذاذة البصمات التي حصل عليها على الحاسوب. كان عملا روتينيا يقوم به كلما أخذ بصمات مشبوه فيهم أو ضحايا للتثبت من هوياتهم ومعرفة ما إذا كانت لهم سوابق. لم يكن المفتش يتوقع أن يبوح حاسوب قاعدة البيانات بمعلومات مثيرة حول العجوز، ولكن الذي حدث كان له وقع المفاجأة الكبرى. كشف الحاسوب هوية صاحبة البصمات، تلك التي ينادونها في زنقة الملقي بمفاطنة الطنجاوية. إنها فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، من مواليد العام 3900 في قرية با محمد. تفيد المعلومات التي ارتسمت على شاشة الحاسوب بأن المرأة موضوع مذكرة بحث صادرة عن شرطة فاس في العام 65-900 من أجل محاولتها قتل زوجها المدعو عبد الله بن دريس الشماخ. كان المفتش يقرأ تلك المعلومات وهو لا يكاد يصدق أن العجوز التي تركها في المستشفى متورطة في محاولة قتل. أبلغ المفتش رئيسه بتلك المعلومات، كان يتوقع أن تفاجئه، ولكن لا شيء من ذلك. فالعميد تعلم خلال سنوات الخدمة الطويلة أن أسرارا كثيرة تكمن أحيانا وراء ملامح توحي بالبراءة. نقل العميد الحمدي تلك المستجدات إلى وكيل الملك الذي أمر بالحصول على كل المعلومات الخاصة بطلب التوقيف الصادر ضد المرأة وبهويتها وبالقضية المطلوبة من أجلها وتاريخ صدور مذكرة البحث. كل ذلك من شأنه أن يكون أساسا لما سيتخذ لاحقا من إجراءات. أبدى العميد ارتياحا لأن تحديد هوية المرأة سيسهل المهمة الموكولة إليه. أخذ الأمر الآن منحا آخر بالنسبة للعجوز، فبعد أن كان الأمر يتعلق بامرأة عثر عليها فاقدة الوعي، وجد العميد نفسه الآن يتعاطى مع امرأة مطلوب توقيفها. بعد 3 أيام في 18 يناير بعيد فجر ذلك اليوم، استعادت مفاطنة الطنجاوية وعيها. أثبت الدواء الذي حقنت به نجاعته. لم تكن مفاطنة تدري أن العالم الصغير الذي أفاقت عليه صار يعلم هويتها الحقيقية. بالنسبة إليها فإن فاطمة بنت محمد العروسي هي هوية امرأة فارقتها في العام 65-900، هي ذكرى، مجرد ذكرى بعيدة، لعلها الآن تكره أن تذكر بها. لم تكن مفاطنة الطنجاوية تعلم أن بصمات أصابعها العشرة وشت بها وكشفت ما كان مستورا. بعد أن فحصها الطبيب وأيقن من أن السكري تراجع إلى مستواه الطبيعي، لم يعد هناك الآن ما يبرر بقائها في المستشفى. كانت رهن الحراسة، والآن لم يعد أمام العميد من خيار غير وضعها في حالة اعتقال. كان سنها المتقدم يقتضي التعامل معها بطريقة خاصة. أحضرت العجوز إلى مقر مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا. أدخلت مكتب العميد.
كان مساعدوه يراقبون كيف سيتعامل مع المرأة التي تدعو حالتها إلى الشفقة، ولكنهم مع ذلك يعلمون أن قيامهم بواجبهم يملي عليهم الإمساك عن الانسياق وراء العواطف. جلست العجوز على كرسي مقابل لمكتب العميد، بدأ استجوابها، وكما هو معمول به بدأ العميد بسؤالها عن هويتها، وبتلقائية لم يكن يتوقعها قالت المرأة إنها تدعى فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وإن جيرانها ينادونها أم فاطمة الطنجوية. لم تكن لديها بطاقة تعريف وطنية، ومع ذلك فإن بصماتها كانت مدرجة في قاعدة البيانات. رجح العميد أن يكون ذلك تسنى في السجن، ولذلك كان سؤاله التالي حول سوابقها. استرجعت العجوز أنفاسها وقالت بنبرة خلت من كل ما قد يظهر الحسرة إنها أدخلت السجن لما كانت شابة. صمتت قليلا ثم انطلقت تحكي مغامرات الشباب والدعارة التي قادتها إلى السجن. لم يقاطعها العميد، بدا له أنها مهيئة لتلقي أي خبر مهما كان مؤلما. قال لها إن شرطة فاس تبحث عنها منذ ما يزيد عن 15 عاما. حاول العميد أن يوهمها بأنه يعتقد أن هناك خطأ ما حول الموضوع وحول سبب صدور مذكرة الاعتقال. صمتت المرأة، استجمعت قواها وأقرت بأنها قامت هناك في فاس بما يستوجب البحث عنها واعتقالها. قالت إنها كانت تنتظر اليوم الذي سيكون عليها أن تجيب فيه عن كل الأسئلة وأن تدفع ثمن ما ارتكبته. تدفقت من عينيها الغائرتين دمعتان لم تستطع أن تمسكهما. قالت إنها سعيدة لأنها تدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة. ما أن أتم المفتش الموكول إليه كتابة المحضر جملتها الأخيرة حتى خيم على مكتب العميد الصمت. كان الحاضرون ينظرون إلى المرأة مشدوهين، أبهرتهم تلقائيتها وإيمانها بقدرها، أذهلهم أيضا سعة صدر العميد إبراهيم الحمدي. كان على أم فاطمة الطنجاوية أن تحكي كل التفاصيل، أن تبوح بكل تلك الأسرار التي ظلت طوال السنين التي مضت تثقل ضميرها. فالعجوز التي تخرج كل صباح من كوخها في فناء عمارة زنقة الملقي لتتسول ما تقتات به في أزقة المدينة، إنما انتهت بها الأيام إلى تلك الحال بعد أن فقدت عافيتها بعد جمالها. قرية أبا محمد حيث ولدت في العقد الثالث من القرن الماضي بعيدة الآن. تستحضر أم فاطمة الطنجاوية ذكرياتها، أحيانا تحاول ترتيبها وأخرى تلقي بها كما حضرتها. قالت إن الفقر الذي كانت تعيشه أسرتها جعلها لما بلغت 10 أو أكثر من ذلك بقليل تغادر القرية لتعمل خادمة في البيوت. كانت ربات بيوت كثيرات بدعوى تعليمها قواعد القيام بشأن المنزل تلجأن إلى ضربها أحيانا إلى حد التعذيب. ولما بلغت 15 أو 16 من عمرها صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء مشغليها. لم يكن هناك من يحميها، بل إن ربات البيوت في أحسن الأحوال لما تفتضح أفعال أبنائهن كن تتهمنها بأنها من تجري وراءهم وتغريهم. كان الاغتصاب الذي تعرضت له أكثر من مرة بداية الطريق إلى الشارع، ولما خرجت إلى الشارع كانت فتاة في ربيعها 17. تلك كانت بداية رحلة أغلب مراحلها مأساوية. الحلقة الأخيرة. أكيد أن العميد إبراهيم الحمدي رئيس مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا لم يكن يعلم ذلك 15 من يناير من العام 2001 أنه سيكون أمام عجوز تخفي وراء أسمالها وهويتها الزائفة أسرارا على قدر غير قليل من الخطورة. في ذلك اليوم لما أبلغ باكتشاف عجوز مغمى عليها قرب سكنها في زنقة الملقي، تنقل العميد الذي كان ينتظر أن يحال على التقاعد بعد أشهر إلى عين المكان. علم أن المرأة معروفة بأم فاطمة الطنجاوية
وأنها تقيم في كوخ في فناء العمارة رقم 20 بزنقة المالقي. يعلم الجيران أنها كانت تخرج كل صباح تمضي إلى السوق تتسول ما تقتات به، وعدا ذلك لم يكن يعلم عنها أحد شيئا آخر. العميد الحمدي الذي راكم تجربة طويلة أمر بأخذ بصمات المرأة التي كانت في غيبوبة بعد أن نقلت إلى المستشفى. فاجأ المفتش الذي قام بإدخال البصمات إلى قاعدة البيانات أن الشرطة في فاس أصدرت مذكرة بحث عن المرأة في العام 65-900 لاتهامها بمحاولة قتل زوجها عبد الله بن دريس الشماخ. اسمها الحقيقي فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وهي من قرية با محمد. بعد أن أفاقت من غيبوبتها الناتجة عن إصابتها بمرض السكري، رأينا أمس أن العميد أحضرها إلى المفوضية لاستجوابها، وقد كانت مفاجئة العفوية التي نطقت بها العجوز. أقرت بهويتها الحقيقية وأقرت بأنها مطلوبة من الشرطة في فاس لأنها ارتكبت فظاعة. رسمت ميفاطنة الطنجاوية مسار حياتها، حكت كيف سلمتها أسرتها الفقيرة لتعمل خادمة في البيوت، وكيف صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء الأسر التي اشتغلت عندها. حكت ميفاطنة الطنجاوية كيف استسلمت للشارع وهي شابة في ربيعها 17. كانت جميلة في بساطتها، استسلمت للشارع، كانت في متناول كل من يريدها لقاء دريهمات. لما صارت في 19 احترفت البغاء، اكترت منزلا، قررت أن تترك الشارع وأن تجعل الفنادق الفخمة وجهتها. هناك ظنت أنها ستلتقي أناسا آخرين أكثر مالا. تتذكر العجوز أنها لما كانت تمتهن الرصيف كان يلاحقها شاب كان يعمل ماسحا للأحذية، كانت تكرهه، تنعته كلما مر بها بالمتسخ والمعدم والمزلوط. كانت ملاحقته لها تدخل في إيقاع حياتها اليومية على الرصيف. ولما انقطعت عن الشارع اختفى ماسح الأحذية. مرت بضع سنوات، وذات مرة بينما كانت الجميلة تدخل أحد الفنادق الفخمة إذا هي بشاب أنيق الملبس لا تخطئ العين ما به من وسامة، نظرت إليه نظرة فيها كثير من التعالي وغير قليل من تجاهل اصطنعته. دخلت بهو الفندق في زاوية منه مقهى، جلست إلى طاولة، وضعت حقيبتها اليدوية، وفجأة لحق بها الشاب. لما اقترب منها سألها إن كانت تأذن له بالجلوس. يا له من شاب ويا لأدبه، كذلك حدثت نفسها. قالت له تفضل، ما أن جلس الشاب حتى سألها ألا تذكرينني؟ نظرت إليه، قالت إن ملامحه ليست بغريبة عليها. لم يترك لها متسعا للتذكر، قال لها إنه هو ماسح الأحذية المتسخ المعدم المزلوط، ذاك الذي كانت ترفض الحديث إليه لما كانت ترتاد الرصيف. أخرج من جيبه حافظة نقود كانت بها أوراق نقدية كثيرة، دعاها لقضاء عدة ليالي معه. لم تطل التفكير، ما يهمها أساسا الآن هو ما بيده من مال، أما ماضيه ماسحا للأحذية ومتسخا ومزلوطا فذاك شأن يعنيه هو فقط. علمت منه لاحقا أنه يعمل دليلا سياحيا في المدينة العتيقة، وأنه يحصل من حرفته الجديدة على دخل محترم. بمرور الوقت صار من كان عبد الله السيرور ماسح الأحذية يعتبرها له وحده، كان يمنعها من الحديث إلى الآخرين. وذات يوم فاجأها بأن طلب منها أن يتزوجها، وافقت لأن السنوات التي أمضتها في الشارع ومتنقلة من حضن إلى حضن كشفت لها حقيقة الحياة المأساوية التي تغرق فيها. صارت فاطمة ربة بيت، زوجة وأما لأربعة أطفال. كان عبد الله الشماخ زوجها مدمنا على الخمر، وكانت طبيعة مهنته تجعله يلتقي برجال ونساء من مشارب مختلفة
كان لا يأوي إلى منزله إلا في ساعات متأخرة من الليل، كان يأتي ثملا، وكان عليها أن تتحمل مزاجه المتقلب. ولكن الذي لم تقوى فاطمة على تحمله أن يدخل عليها امرأة أخرى أجنبية. لما اكتشفتها معه ذات صباح في إحدى غرف المنزل، تسلحت بمدية أخذتها من المطبخ. كان هناك يعانق الأجنبية، قصدته، وجهت إليه عدة طعنات. في تلك الأثناء فرت النصرانية في أزقة المدينة، لاحقتها ولكنها لم تدركها. تحكي أم فاطمة الطنجاوية أنها لما عادت وجدت الجيران وقد تجمعوا بباب مسكنها، كانوا يستنكرون العمل الرهيب الذي قامت به، قالوا إنها قتلت زوجها على مرأى من أطفالهما. تسللت إلى الداخل، أخذت محفظة ثم خرجت. كان الجيران منهمكين في محاولة تهدئة الأطفال. أسرعت فاطمة الخطى وابتعدت. بعد أيام كانت في سلا، باعت ما كان معها من حلي واكترت غرفة مع الجيران. كان عليها أن ترتب حياتها الجديدة. صارت تعمل في البيوت، تغسل الملابس وتنظف لقاء أجر زهيد. كانت تريد أن تنسى الزوج والأولاد. قضت سنوات على هذا النحو. لما صارت لا تقوى على العمل تراجع زبناؤها، ولم يعد لديها من مورد للعيش. صارت تتسول ما تقتات به ثم تأوي إلى كوخها في فناء العمارة. بعد أن انتهى العميد إبراهيم الحمدي من الاستماع للعجوز وتدوين أقوالها في محضر رسمي، أبلغ وكيل الملك الذي أمره بطلب ملف قضيتها من فاس دون ما حاجة لنقلها إلى هناك. أبرق العميد إلى فاس للحصول على الملف بأقصى سرعة، لأن العجوز توجد الآن رهن الحراسة. كان العميد يأمل في قرارة نفسه أن يكون التقادم قد شمل قضية أم فاطمة الطنجاوية. ذاك المساء غادر العميد مفوضية الشرطة بدائرة سيدي موسى منقبض النفس، فقد خلف وراءه تلك المرأة العجوز. لم يخفف من غصته أنه طلب لها طعاما وأوصى لها بغطاء. في صباح اليوم التالي لما حل العميد بمكتبه وجد الرد الذي كان ينتظره من فاس. جاء الرد يفيد بأن الزوج الذي تحسب أم فاطمة الطنجاوية أنها قتلته لم يمت، وإنما أصيب بجرح شفي منه، وأن التقادم يسري منذ ما يزيد عن 10 أعوام، كما أن النيابة العامة في فاس أمرت بحفظ الملف بشكل نهائي. أفادت البرقية بأن عائلة أم فاطمة أخبرت بمكان وجودها. كانت المرأة قد قضت ليلها في مكتب بالمفوضية. لما دخل عليها العميد وجدها تصلي، ولما انتهت من صلاتها قال لها إن معلومات سارة جاءت من فاس، وإن قضيتها صارت مشمولة بالتقادم، وإن متابعتها لم تعد قائمة. فرحت العجوز، ولكن العميد أضاف: والآن عليك أن تستعدي لما هو أحسن، زوجك الذي تظنين أنك قتلته لم يمت، أصيب بجرح ما لبث أن شفي منها. صمت العميد، حسبت أنه سيبلغها شيئا آخر. قال لها: باستطاعتك الآن أن تغادر المفوضية. كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيلها. شكرت العجوز العميد ثم خرجت، توجهت إلى كوخها في زنقة المالقي. بعد الذي سمعته من العميد اجتاحتها رغبة جامحة في احتضان أبنائها. جمعت بعض الملابس وأخذت بعض المال مما كانت تحتفظ به، ثم قصدت محطة القطار. كانت المرة الأولى التي تركب فيها القطار منذ أن نزلت منه في العام 65 900 وألف. لحظتها كانت في بداية سنوات الهروب. في 10 من صبح اليوم التالي وصلت أم فاطمة الطنجاوية إلى فاس. في تلك اللحظة حل بمفوضية سيدي موسى بسلا رجل برفقته امرأة شابة. كان الرجل هو زوج العجوز عبد الله الشماخ، ولم تكن الشابة التي معه سوى ابنته سناء. بعد توجههما إلى الكوخ
اكتشف أن المرأة قد رحلت. في فاس قصدت فاطمة الحي الذي كانت تقطنه، ملامح الحي تغيرت، كانت تريد أن تستكشف الأخبار. كان بالقرب من الدرب المفضي إلى المنزل بائع نعناع، كان الموقع يتيح مراقبة جيدة للحركة. السنوات التي قضتها متسولة في أزقة سلة ساعدتها على افتراش قارعة الطريق ومد اليد إلى المارة. اكتشفت أن أولادها ما زالوا في ذلك المنزل. علمت من بائع النعناع أن كبراهن سناء تعمل ممرضة في المستوصف القريب، وأنها ترعى والدها وإخوتها. علمت أيضا من بائع النعناع أن زوجها عبد الله أدى فريضة الحج. توطدت علاقة أم فاطمة الطنجاوية ببائع النعناع، ولذلك قبل أن تأوي في الليل إلى مكانه. ذات صباح جاء الرجل يريد أن يستعيد مكانه، وكانت العجوز نائمة، كذلك بدا له. تريث، ولما لاحظ أنها لم تستيقظ سعى إلى إيقاظها، ولكنها كانت في غيبوبة. استعان بأحد المارة ونقلها إلى المستوصف. هناك تولت الممرضة، ولم تكن سوى سناء، العناية بها. لما فتشت ملابسها وجدت عليها أوراق الطبيب التي تفيد بأنها تعاني من مرض السكري. اكتشفت سناء أن التي أمامها هي فاطمة بنت محمد العروسي. كانت معها وثيقة من مفوضية الشرطة بسيدي موسى تؤكد أنها لم تعد موضوع بحث من قبل الشرطة في فاس. أيقنت سناء أن التي أمامها هي أمها. استأذنت رئيسها للذهاب إلى المنزل. هناك وجدت والدها يتناول وجبة الفطور، كان معه شقيقها عادل. لم تقوى على كتمان ما علمت، أبلغتهما وعلى الفور نهض إلى المستوصف. كانت لا تزال مغرقة في غيبوبتها. كان عبد الله يترجى الطبيب أن يعمل المستحيل لإنقاذها، علها تنعم ولو قليلا بأبنائها. تم نقلها إلى المنزل بعد أن حقنت بالدواء الذي كان قد وصفه لها الطبيب في سلة. قضى عبد الله وأبناؤه ما بقي من النهار حول فاطمة الزوجة والأم العائدة من غياب طويل. وفي لحظة ما من المساء فتحت عينيها، همست بنتي سناء. لم تصدق سناء، ارتمت في حضنها، عانقتها بحرارة، كانت عيناها تدمعان. تعاقب على حضنها الباقون، ومنهم عبد الله، الحاج عبد الله زوجها الذي حسبت أنها قتلته. سر منتزه ساحة النصر. في سجلات الاجتماعات التي انعقدت في مقر عمالة الرباط يستوقفنا اجتماع رأسه عامل المدينة في 18 من مايو من العام 85-900 ألف. حضر رئيس المجلس البلدي للرباط وعدد من أعضاء المجلس إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس الأمن الإقليمي. ما ميز هذا الاجتماع أنه بحث مشروعا كبيرا سيقام في حي أجدال، حيث يعرض المجلس البلدي للرباط إقامة مركب إداري واجتماعي يضم مفوضية للشرطة ومستوصفا ومقاطعة حضرية ومنشآت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وأخرى لوزارة المالية ومرافق أخرى. تقرر أن يقام هذا المشروع الكبير في المساحة التي يشغلها منتزه ساحة النصر. حينما عرضت الميزانية المرصودة لبناء هذا المركب للتصويت صادق عليها أعضاء المجلس البلدي للرباط بالإجماع. لم يكن ليغيب عن أحد من الأعضاء ما سيعود به هذا المشروع على حي أجدال والرباط، ولم يكن يخطر ببال أحد أن تعارض جهة ما هذا المشروع. ولكن ظهر من يعارض بناء هذا المركب، جمعية لحماية البيئة تأسست قبل أشهر أعلنت معارضتها، بل جعلت من الملف مطيتها في معركة ظاهرها الغيرة على البيئة والدفاع عنها وباطنها شيء آخر. ظهرت جمعية حماية البيئة بعد أن كانت صفقة بناء المركب قد رست على مقاولة مغربية كبرى طلب منها أن تبدأ في إنجاز المشروع. طبيعي أن تثير هذه المعارضة قلق السلطات المحلية في الرباط، خاصة وأن الجمعية
انتقلت سريعا إلى الفعل الميداني، واعتصم عدد من أفراد مكتبها داخل منتزه ساحة النصر، وصموا آذانهم عن كل ما قد يقنع بجدوى المشروع وأهميته. تمت الدعوة إلى اجتماع جديد، طلب العامل من الحضور مناقشة المسألة في عمقها وأبعادها المختلفة. قدم رئيس المجلس البلدي للرباط عرضا فصل فيه أهمية المشروع والمراحل التي قطعت في سبيل إنجازه، وطالب بتسخير القوة العمومية لإخلاء المكان وتمكين المقاولة الموكول إليها البناء من الشروع في العمل. الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، وهو الذي يؤول إليه الأمر بتسخير القوة العمومية، أبدى تحفظه، فاستعمال القوة يجب أن يسبقه بحث للشرطة. يعتبر الموقف إحالة للموضوع على رئيس الأمن الإقليمي الذي كان حاضرا، وطلب مهلة أسبوع لإعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع. انفض الاجتماع، وتم الاتفاق على 28 من مايو موعدا للاجتماع المقبل. السلطات العمومية في الرباط تواجه تحديا حقيقيا. ما أن عاد رئيس الأمن الإقليمي إلى مكتبه حتى استدعى رئيس مصلحة الاستعلامات العامة التابع له، وأمره أن يجري تحقيقا حول مشروع منتزه ساحة النصر، وما إذا كان يسبب ضررا ما للسكان. لم ينسى أن يحدد مسارا ثانيا للتحقيق، أمر أن يتركز على تلك الجمعية الإيكولوجية التي تسعى إلى إجهاض المشروع. يجب أن تخرج إلى دائرة الضوء كل المعطيات التي تتعلق بأعضائها. بدا رئيس الأمن الإقليمي وقد انخرط في سباق ضد الساعة، عليه أن يقدم تقريره خلال أسبوع، لقد وعد بذلك وعليه أن يكون في الموعد. بعد 3 أيام جاء رئيس مصلحة الاستعلامات العامة يحمل لرئيس الأمن الإقليمي تقريره حول الجمعية الإيكولوجية التي تعارض مشروع مركب منتزه ساحة النصر. جاء في التقرير أن الجمعية تأسست قبل 3 أشهر، وأن مكتبها يضم مجموعة من المسنين من سكان الحي، عدا رئيس الجمعية فإنه من السكان السابقين، ومع ذلك فإنه يبدو الأكثر حماسا في معارضة مشروع منتزه ساحة النصر. كان رئيس الأمن الإقليمي يجول بنظره في التقرير حين استوقفه اسم رئيس الجمعية رضوان الجيراني. كتب رئيس الاستعلامات العامة أن رضوان الجيراني نصب نفسه مدافعا عن مصالح الحي، وأنه يحرك جماعة من المتقاعدين يتخذون من زاوية في منتزه ساحة النصر منتدا لهم يلتقون فيه كل يوم بعد صلاة العصر. رضوان الجيراني لم يكن اسما غريبا عن رئيس الأمن الإقليمي، ولكنه لا يذكر على وجه التدقيق أين صادفه، ولذلك طلب موافاته بكل المعلومات التي تخص هذا الرجل الذي يتحدى السلطات المحلية في الرباط. الذين خبروا دواليب الإدارة يصرون وهم صادقون على أن الورق لا ينسى ما يكتب عليه. صدق القول. في أرشيف الأمن الإقليمي بالرباط ما يكفي من المعلومات لمعرفة من يكون رضوان الجيراني. لقد كان رئيسا لقسم المالية في وزارة الدفاع الوطني. تذكر رئيس الأمن الإقليمي وكان يشغل وقتها منصب رئيس الدائرة 3 للشرطة بالرباط أن رضوان الجيراني تقدم لدى الدائرة ببلاغ حول تعرض ابن له للخطف. كان ذلك في العام 70-900 في 10 أبريل على وجه التحديد. أمر رئيس الأمن الإقليمي بإحضار الملف من الأرشيف. طوال تلك السنين الماضية لم يظهر أثر لولد رضوان الجيراني الذي تم الإبلاغ عن اختطافه. تحكي صفحات الملف أن رضوان الجيراني أبلغ عن تعرض ابنه القاصر عادل الجيراني للخطف أمام باب المدرسة، لا شيء آخر. كان رضوان الجيراني موظفا رفيعا في وزارة الدفاع الوطني، ولذلك فإن الموضوع أحيط باهتمام غير مسبوق. خلال الشهرين اللذين أعقب عملية الخطف التي تم الإبلاغ عنها،
ظلت فرق من رجال الشرطة ترابط عند باب مدرسة عادل، ثم تم توسيع المراقبة إلى مختلف المدارس. رئيس الدائرة الثالثة للأمن في الرباط، وهو الآن رئيس الأمن الإقليمي، يتذكر أن كل الجهود التي قام بها للكشف عن مآل عادل الجيراني لم توفق، وأنه قرر أن يوسع دائرة التحقيق لتشمل والد الطفل المختطف رضوان الجيراني وأم الطفل زوجة الجيراني والمعلمين في مدرسته، وخاصة معلمته والجيران. لم يأتي التحقيق بشيء يذكر إلا إصرار معلمة عادل على أن الفتى لم يحضر يوم اختفائه إلى المدرسة، تغيب عن الفترة الصباحية ولم يحضر في المساء. كانت سجلات الغياب حجة دامغة. يذكر عميد الشرطة أن رضوان الجيراني حال بينه وبين الوصول إلى أم الطفل المفقود. أبلغ الوكيل العام للملك الذي لم يمانع في إحضار زوجة الجيراني إلى مفوضية الشرطة لاستجوابها أو الانتقال إلى منزلها. تحرك العميد رفقة مجموعة من أعوان الأمن إلى المنزل، ولكن الزوج ادعى أن زوجته غير موجودة في البيت. في اليوم الموالي تلقى عميد الشرطة رئيس الدائرة الثالثة بالرباط مكالمة هاتفية من ديوان المدير العام للأمن، طلب منه الحضور. لم يتأخر، وما أن مثل أمامه حتى انهال عليه بوابل من التوبيخ، واتهمه بالتطاول على موظف رفيع الرتبة في وزارة الدفاع. اكتفى العميد بالإصغاء، ولما عاد إلى دائرته قرر أن يرد بتقرير مكتوب يفسر فيه حيثيات تحركاته. ما أن وصل التقرير إلى مدير عام الأمن حتى أصدر أمرا بتنقيل عميد الشرطة من الرباط إلى وجدة ودون أن توكل إليه مهمة. كان ردا صاعقا. حدث ذلك قبل سنين طويلة، ومنذ ذاك الحين فضل عمداء الأمن الذين تعاقبوا أن يجتنبوا ملف اختفاء عادل الجيراني. لم يعد أحد يسأل عنه، وطواه النسيان أو كاد. حاول العميد الإقليمي للأمن أن يكتشف رابطا ما بين اختفاء عادل الجيراني واستماتة الجمعية التي يرأسها والده في الاعتراض على مشروع منتزه ساحة النصر. رابط وحيد يبدو للوهلة الأولى، الشقة التي كانت تقطنها أسرة الجيراني كانت تطل عليه، فأسرة الجيراني لم تعد من سكان ذلك الحي منذ زمن. إصرار رضوان الجيراني على تصدر المدافعين عن ذلك الحي ومصالح سكانه من الأمور التي تبعث على التساؤل. يرأس الجيراني الجمعية التي رفعت شعار الدفاع عن البيئة للاعتراض على مشروع ساحة النصر، ينفق عليها من ماله الخاص ويلح على أعضائها من المتقاعدين في الحضور بعد كل صلاة عصر إلى الركن المعلوم في منتزه ساحة النصر. مع مرور الوقت صار ذلك الركن يشبه زاوية من الزوايا الدينية. يداوم المجتمعون بالمكان على قراءة القرآن وأذكار مختلفة، ولا يتفرقون إلا بعد صلاة المغرب. تزايدت شكوك العميد الإقليمي، تبدى رابط ممكن بين ذاك الركن من منتزه ساحة النصر واختفاء الطفل عادل الجيراني ذاك العاشر من أبريل من العام 70-900. قرر العميد أن ينصب فخا للجيراني، اختار فرقة من الشرطة القضائية وعهد إليها بمراقبة رضوان الجيراني وأصحابه. وما أن أبلغ أنهم حلوا بركنهم المألوف قصد هو إلى محل سكن الجيراني، طرق الباب، ولما فتحت الزوجة قدم نفسه أنه زميل سابق لرضوان، وأنه طلب منه أن يمر إلى هنا ليبلغها بأنه في انتظارها في الروضة. بعد دقائق غادرت المرأة البيت، استقلت سيارة أجرة وقصدت وسط المدينة. كانت سيارة للشرطة تقتفي أثرها. انتهت الرحلة إلى ساحة النصر. دخلت الحديقة، فوجئ زوجها بوجودها في المكان، وكانت الشرطة قد دست هناك عدة ميكروفونات لتسجيل الحديث الذي دار بين الجيران وزوجته. وفي لحظة أمر العميد الإقليمي بإطباق الفخ على الزوجين. اقتيدت الزوجة إلى سيارة الشرطة،
هناك سألها ضابط عن سبب وجودها في الحديقة. قالت إن زوجها أرسل في طلبها زميلا سابقا له. كان العميد قد سجل الحديث الذي دار بينه والمرأة. شغل الضابط الشريط. زوجها طلب منها الالتحاق به في الروضة. لم يذكر عنوانا ولا قال الحديقة. طوقتها الأدلة والحجج فانهارت. دقت لحظة البوح والاعتراف. قبل 15 عاما في 9 أبريل من العام 70-900 أي يوما واحدا قبل الإبلاغ عن اختفاء الطفل عادل، لم تتمكن من الاستيقاظ، كانت مريضة يومها، وكان على عادل أن يذهب إلى المدرسة. كان طفلا يعاني من التبول الليلي اللا إرادي. كان على والده يومها أن يتولى نظافته، فعل، ولكنه لم يتوقف عن توبيخ الفتى وضربه. سقط الطفل وارتطم رأسه بالأرض، بدا وقد أغمي عليه. نهضت الأم للمساعدة، حاولت أن توقفه ولكنه كان قد فارق الحياة. كذلك قالت الأم في اعترافاتها. أضافت سعى رضوان إلى تهدئتها وإشراكها في البحث عن مخرج من الورطة. تم الاتفاق على دفن الطفل في الحديقة المجاورة. تم ذلك في الليل، وفي الصباح قصد الجيران الدائرة 3 للشرطة ليبلغ عن عملية اختطاف مزعومة. كان رجال الشرطة قد أبقوا على رضوان الجيران في مكانه. تم إدراج اعترافات زوجته في محضر وقعته، ثم اقتيدت إلى حيث زوجها. كان صامتا مطرقا. فاجأه عميد الأمن الإقليمي بسؤال: أهنا دفنت ابنك عادل؟ نظر الجيران إلى العميد، تذكره الآن. أمر العميد 2 من فرقته بالشروع في الحفر. لم يكن له بد من الاعتراف. توقف الحفر إلى حين صدور إذن من النيابة العامة. نعم، هنا دفن رضوان الجيران ابنه عادل الذي قتله خطأ. أخرج الملف، استكمل البحث ووضعت التقارير، وتمت إحالة رضوان الجيران وزوجته على المحكمة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. استفاد الجيران وزوجته من تقادم القضية التي مر عليها أكثر من 5 سنوات. نجا الجيران، ولكن شبح ولده القتيل ظل يلاحقه.